السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في الفيديو ده انت مبرمج تقدر تصمم ألعاب للأطفال، كمان تقدر تربطها بإعلانات علشان تقدر تربح منها. ما هو انت مش تبقى مبرمج وتتعب ببلاش. فدلوقتي هنتم كل الكلام ده بالذكاء الاصطناعي، طبعا انت مش هتتعب ولا اي حاجة، كل ده بالاي اي، وفي ثواني ان شاء الله معدودة وفي اقل من 10 دقايق نقدر نصمم موقع العاب، وكمان هقولك ازاي تقدر تربح منه. تابع معايا كده الشرح في النهاية، لكن في الاول ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب القناة، ويلا بينا كده نبدأ الفيديو. طبعا احنا رحنا لحبيب الملايين شات جي بي تي وقلت له هنا اصنع لي لعبه اكس او باكواد بلوجر عباره عن قالب بشكل متناسق وجذاب. طبعا انت هتكتب بس الكلمتين دول وعلى طول هو بيبدا يصمم لك قالب للعبه بلوجر اكس او. طبعا هنا بيدي لك الاكواد، هيظهر لك الاكواد هنا حالا. الاكواد دي بناخدها ونحطها عندنا على حاجه اسمها بلوجر، واقول لك كل الكلام ده بالتفصيل. زي ما انت شايف دي كده اكواد الاكس او، لكن حبيت ان انا اعدل على حاجه مهمه جدا وقلت له هنا ان انا عاوز الكمبيوتر يلعب معايا مع اضافه تبديل يدوي لفردين بيمكن يلعبوا مع بعض، تمام؟ وطبعا جاب لي هنا زي ما انت شايف هنا دي كده الاكواد، كل عليا بس ان انا دي يعني بعمل لها حاجه اسمها نسخ فوق هنا كده، تمام؟ اضغط عندك على كلمه نسخ، وبعد كده بتروح عندك على منصه جوجل، تفتح جوجل عادي جدا. بعد كده بتروح عندك على التطبيقات اللي موجوده فوق دي، انا هحاول احددها لك كده. انزل تحت على حاجه هنا اسمها بلوجر، تمام؟ اضغط عليها ضغطه، وبعد كده بتنتظر شويه لحد ما يتم فتح الصفحه اللي قدامك دي كده. طبعا لما يجي يفتح معاك الصفحه اللي بالشكل اللي قدامك ده كده، كل عليك بس بتروح عندك على حاجه هنا اسمها المظهر، اضغط عليها ضغطه كده. وبعد كده حاجه اللي هي التخصيص، هتلاقي فيه سهم جنبها، اضغط على السهم. وبعد كده تعديل HTML، اضغط عليها ضغطه كده. طبعا زي ما انت شايف كده دي كده الاكواد الخاصه ببلوجر او الاكواد اللي احنا نسخناها هنا، كل عليك بس انت بتعمل نسخ وبعد كده بتعمل لها لصق هنا، وبعد كده بتضغط عندك على كلمه حفظ. طيب لا قدر الله حصل معاك اي خطا زي الاخطاء اللي حصلت معايا فوق دي، يعني مثلا لما تيجي تروح هتلاقي فيه كذا خطا كده حصل معايا، يعني مثلا ممكن يظهر لي رساله زي دي كده، او لما اجي انسخ القالب بيظهر لي مثلا خطا زي ده كده. فدلوقتي انا هنروح مع بعض هعمل مثلا نسخ للاخطاء دي، وبتعمل لها هنا لصق، ومن هنا بتعمل حفظ. زي ما انت شايف كده ظهر لي خطا فوق هنا او خطا هنا، طبعا باخد هنا كوبي وبقول له هنا انا عاوز الخطا ده يتحل. طبعا هتنزل تحت كده شويه، هنا الخطا اللي احنا اللي هو كان ظهر لنا من شويه اللي هو ده، تمام؟ وبالظبط عدل زي ما انا عاوز بالظبط، يعني عدل الاكواد زي ما انا عاوز، وكمان ضفت له كمان سكريبت علشان يقدر يخلي الكمبيوتر يلعب معايا، او ممكن احوله لفردين ممكن يلعبوا مع بعض، او طفلين ممكن يلعبوا مع بعض. يعني لو الطفل لوحده اخلي الكمبيوتر يلعب معاه، لو مثلا في طفلين ممكن يلعبوا مع بعض، يشتركوا على التابلت او يشتركوا على الايباد ان هم يلعبوا اللعبه دي. فدلوقتي بتضغط بس عندك على كلمه حفظ بعد ما يتم حفظ القالب. ارجع كده خطوه ورا، تمام؟ اول ما اقول لك تم الحفظ بنجاح اللي هو يظهر لك هنا، زي مثلا نرجع تاني تعديل، اضغط حفظ. لو قال لك هنا تم الحفظ او التحديث بنجاح، خلاص كده انت مش محتاج انك تعمل اي حاجه، اضغط بس عندك على عرض المدونه، ومن هنا بيظهر عندك لعبه اكس او. زي ما انت شايف كده بيقول لي ضد كمبيوتر ولا لاعبان اكس او، مين هيبقى الاكس ومين هيبقى الاو. دلوقتي هنخلي مثلا ضد الكمبيوتر، فلو الكمبيوتر يلعب معايا انا مثلا اخلي دي اكس هو يلعب لي او، فدلوقتي مثلا نخلي اكس يلعب او اكس، تمام؟ اكس هنا بقول لك الجوده الجوله متعادله، وبيظهر عمليه التعادل وكل حاجه، حتى كمان المكسب بيظهر تحت كمان. هتعمل تصفير للعداد او ممكن نخليها لاعبان، ممكن مثلا طفل قصاد طفل ان هو مثلا بيلعب لعبه زي دي، هنا يعمل اكس هنا او. انا برضو بعمل كل الكلام ده مانوال زي ما انت شايف، او مثلا انا هخلي دي اكس وهو يخلي دي او، طبعا انا هخلي دي اكس وطبعا انا كسبت او هو اللي كسب، وبرضه بيظهر عمليات التعادل تحت. طيب دلوقتي احنا محتاجين نبدا نربح من المنصه اللي احنا عملناها دي او اللعبه اللي احنا عملناها دي. كل عليك بس انك بتاخد الرابط اللي فوق ده، خده هنا كوبي، تمام؟ وبعد كده بتروح على عندك على منصه اسمها اديسترا، وهسيب لك رابط المنصه دي موجوده في الوصف او التعليقات. هنا هتروح عندك على لوج ان وتضغط عندك از ا ببلشر، تمام؟ ومن هنا يفتح لك المنصه دي. طبعا اعمل تسجيل دخول عن طريق الايميل بتاعك، ومفيش اسهل من كده، هيظهر لك الصفحه اللي قدامك دي كده. كل عليك بس انك بتضغط عندك على كلمه اد ويب سايت، وبعد كده بتحط هنا مثلا نقول اكس او، او اسم المنصه اكس او.
او بتحط هنا رابط المنصة، عفوا حط هنا الرابط وبعد كده هنا الكاتيجوري، بتنزل تحت تقول له others، وبعد كده بنختار مثلا بوب اندر، او بتختار الاعلانات اللي انت عاوزها او الاعلان اللي هو عايز يعني مثلا يظهر لك. خليها مثلا بوب اندر، وده يفضل ان هو يكون بوب اندر لانه بيكون ارباحه تكون كويسة. طبعا اضغط عندك على كلمة اد، هيتم اضافة الموقع ده زي ما انت شايف بالشكل ده كده، اقول له جوت ات، هتنزل تحت كده شوية اقول لك هنا تعليق او بيندنج او معلق، تعمل بس ريفرش كده على الموقع اكتر من مرة لحد ما يتم فك التعليق. هو التعليق بيتفك تقريبا في خلال ثواني معدودة زي ما انت شايف كده، تم فك التعليق تمام، ما خدش معايا دقيقة بالظبط. وبعد كده ظهر لي هنا البوب اندر، طبعا بقول له هنا جيت كود تمام. هنا بقى بيقول لي حط الكود ده تحت الوسم حاجة اسمها هيد، زي ما انت شايف كده انا هحاول اقربها لك، عندي هيد، حط الكود ده تحت هيد. طيب هيد ده اجيبه منين؟ اضغط عندك على حاجة اسمها كوبي كود تمام، وارجع تاني على بلوجر، وروح عندك على المظهر، وبعد كده تقول له هنا تعديل HTML، وتروح تدور على حاجة اسمها هيد تمام. هنرجع تاني كده للمنصة دي، هتروح تنسخ كلمة هيد تمام زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتقول له هنا كنترول اف، هيظهر لك علامة السيرش، اضغط عندك على او اكتب كلمة هيد او انسخ اللي احنا نسخناها، ضيفها اعمل لها لصق، وهتلاقي كلمة هيد هنا، انزل تحت كده وترجع تاني، قال لك هنا بعد كلمة هيد حط الكود ده، انسخ الكود وتقوم تضيف الكود هنا كده وتقول له حفظ تمام. وبعد كده قال لك هنا تم التحديث بنجاح زي ما انت شايف كده، ارجع تاني وبعد كده قول له هنا عرض المدونة، وهنا اصبحت قدامك منصة الالعاب. مجرد ما بيجي اي حد يبدأ يلعب على اللعبة دي بيفتح له صفحة خارجية وبيقدر يكمل لعبة عادي. الصفحة الخارجية اللي ظهرت قدامي دي حققت معاك اول نقرة او اول ربح معاك في المنصة. طيب هتلاقي الارباح بتروح لك فين؟ بتروح لك فوق هنا عند المنصة دي، روح عندك على ادسترا، هتلاقي الارباح ظهرت لك، تبدأ تظهر لك فوق هنا، تقدر تسحبها عن طريق الباي بال او تسحبها عندك على فودافون، عفوا تسحبها عن طريق الباي بال او بتسحبها عن طريق المحافظ الالكترونية زي الباينانس تمام. بس الباي بال يفضل انك تستخدمها لانه دي وسيلة الدفع المعتمدة في المنصة دي، تقدر تسحب على الباي بال بتاعك عادي جدا بدون اي مشاكل. طبعا هنا بتحقق ارباح زي ما انت شايف كده على حسب كل نقرة بتحصل معاك في الاعلان، يعني مثلا لما تيجي تروح تضغط ضغطة تانية هنا فتحت صفحة وقفلتها كده حققت معاك اول ربح في اللعبة. طبعا تقدر تصفر العداد او تبدل الادوار او تعمل جولة جديدة، او ممكن تخلي لعبة ضد الكمبيوتر زي ما انت شايف كده بلعب قصاد الكمبيوتر والكمبيوتر كمان كسبني دلوقت، او بتلعب لعب قصاد لعب فبتخلي كل حاجة مانوال زي ما انت شايف كده. كده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. لو احتجت اي حاجة اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله، ودمتم بخير ومع السلامة.